بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة في مقدمة كتاب أصول الشاشي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله وبعد فإن أصول الفقه أربعة. اقرأ يلا يا شيخ. وبعد، الشيخ ده يقرأ، ده السوري ده، يلا. وبعد فإن أصول، وكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، ارفع صوتك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا، آمين آمين. وبعد فإن أصول الفقه أربعة. يبقى فإن أصول الفقه أربعة. كمل. كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس. نعم. فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام. نعم. إذن فأصول الفقه التي سوف نتكلم عنها أربعة. طيب، أولا قوله رضي الله تعالى عنه وبعد، أصل هذه الكلمة إيه؟ ثم أما بعد. تمام. وبعدين بقت تستعمل وبعد، وهي هذه الكلمة بهذه الطريقة دائما مبنية على الضم، دائما مبنية على الضم، تقول وبعد على البناء، مبنية على الضم. فإن أصول الفقه أربعة. أصول الفقه عبارة عن تركيب إضافي، مضاف ومضاف إليه. والإضافة في اللغة هي الإلصاق والتمييل، أضفت شيء إلى شيء ألصقته به أو أملته إليه. ولذلك المضاف والمضاف إليه ملتصقين دائما، أصول الفقه. تمام. والمضاف إليه في النحو حكم مرفوع على الخفض دائما مجرور. تمام. ثم الإضافة في اللغة نوعان، لفظية ومعنوية. الإضافة المعنوية هي التي تكون عبارة عن إضافة الصفة إلى معمولها، كاسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول، ضارب زيد، الصفة أو الوصف ومعموله، إضافة الوصف إلى معموله، ضارب زيد. لو أعملت ضارب اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، صح؟ واسم المفعول بالشروط المعروفة، تمام؟ وما يعمل عمل فعله ستة أو سبعة، اسم الفاعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى آخر الأشياء دي، تمام؟ فاسم الفاعل هنا ضارب زيد، لو أعملته يبقى ضارب زيدا، ضارب زيدا يعني الذي ضرب زيدا، تمام؟ فإن أردت أن تضيف المعمول إلى الوصف اللي هو ضارب اسم الفاعل، يبقى ده يسمى إضافة معنوية. إضافة معنوية ليه؟ لأن الأصل في الإضافة افتقار المضاف إليه إلى المضاف في المعنى، لكن هنا في المعنى لا يوجد افتقار، لذلك سموها إضافة معنوية لأنها تأتي للتخفيف. فقولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا، تبقى دي أسهل وأخف، فلذلك يسمونها إضافة معنوية في المعنى. وهناك إضافة حقيقية، وهي في كل الأحوال التي لا تضاف فيها الوصف إلى معموله، تمام كده؟ زي
محمد الخير مثلا، المضاف هنا جامد مش مشتق، وهكذا إلى هذا إلى آخر ذلك. تمام. ثم الإضافة الحقيقية على ثلاثة أنواع، إما بتقدير حرف اللام أو من أو في. تقول باب حديد، باب صاج يعني باء، أو خاتم حديد. خاتم حديد يعني خاتم من حديد، أصلها كده يعني عايز الأصل بتاعها خاتم من حديد. وأحيانا تكون الإضافة بمعنى اللام، وأحيانا بمعنى في، لو ظرف يبقى في واللام تيجي برضه. تمام. فمن أي أنواع الإضافات هذه الإضافة التي معنا؟ أصول الفقه مضاف ومضاف إليه. أولا هي من الإضافة الحقيقية وليست من الإضافة المعنوية، لم يضف هنا الموصوف إلى عامله، الوصف إلى عامله. تمام. إلى معموله. فهنا دي إضافة حقيقية. والإضافة الحقيقية من حيث المعنى إما أن تكون للتعريف، وإما أن تكون للاختصاص بحسب المضاف وبحسب المضاف إليه. فأحيانا الإضافة معناها يفيد تخصيص، وأحيانا يفيد التعريف. فلو كان المضاف إليه معرفا يعرف المضاف، وإن كان نكرة يخصص المضاف غالبا، لأن في أحيان زي الحالة اللي في إيدينا المضاف إليه معرف، الفقه معرف، لكن لأن المضاف هنا موصوف صفة أصول فيأتي للتخصيص. يبقى المعنى هنا الأصول الخاصة بالفقه، يعني أصول الفقه أي الأصول التي تختص بالفقه. وحقيقة الأمر أن هذه الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا تختص بالفقه دون غيره، بل هي أصول للشرع، حتى أن مسائل علم العقيدة أيضا تؤخذ من هذه الأصول مع أشياء أخرى، مع دخول العقل أيضا في علم الكلام، الكلام أيضا في مسائل مبناها على المعقول لا على النقل، كأصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى عند الجمهور من المتكلمين. الإيمان بالله تعالى في الأصل يكون بالعقل قبل النص. تمام. يعني دليله بالعقل، لكن إن لم يرد به الشرع فأهله أهل فترة فلا يكلفون، ده موضوع تاني. لكن معرفة الله أصلها بالعقل، يعني لن تذهب إلى ملحد وتقنعه بالنص، لأنه أصلا لا يؤمن بالنص، فتبدأ معه بإقناعه بالعقل، ثم إذا اقتنع بالعقل يتقبل بعد ذلك النقل. تمام. فأصول الفقه هذه في حقيقة الأمر هي أصول الشرع، ولذلك يعبر آخرون من المصنفين في كتبهم زي المنار مثلا يقول أصول الشرع، ما يقولش أصول الفقه. تمام. طيب، أصول الفقه علم شريف منيف، ولا بد من كل علم أن نتعرف على مبادئه، ولذلك الأبيات المشهورة إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله نسبة والواضع، الاستم والاستمداد حكم الشارع. تمام. هذه هي مبادئ كل الفنون، وسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. تمام. طيب، فنحن سنأخذ بعضا من هذه المبادئ. فنقول أصول الفقه تعريفها تعرف من حيث الإضافة، لأن عبارة كما قلنا تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه، فلا بد من معرفة المضاف ومعرفة المضاف إليه، ثم
باعتبارها لقبي، لأن أصول الفقه بعد الإسناد صارت لقبا على علم معين معهود بالذهن. فبمجرد أن تقول أصول الفقه لا تفكر في معنى الأصل ولا في معنى الفقه، وإنما ينصرف الذهن إلى علم الأصول الفقه اللي هو العلم المعهود. فلا بد في التعريف من معرفة الإضافة باعتبار الإضافة، ولا بد في التعريف من معرفة التعريف باعتباره اللقبي. تمام. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. يبقى التعريف هو باعتباره اللقبي، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، حسيا كان أو معنويا، حسيا كان أو معنويا، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون لا، ده الأصل لا يبنى عليه إلا ما كان حسيا. لا، المحققون أيضا ما يكون معنويا يكون يبنى عليه يسمى أصل. تمام. فالأصل ما يبنى عليه غيره. والفقه عرفه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال: معرفة النفس ما لها وما عليها، ليشمل جميع أنواع الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية في الأصل ثلاثة أنواع: أحكام اعتقاد، وأحكام أعمال، وأحكام قلب وأخلاق. فالأول خصوه بعلم يسمى علم الكلام أو علم العقيدة، اللي هي الأحكام العقائدية. وتعريف علم العقيدة هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية من أدلتها اليقينية. إذا أردت أن تعرف علم الكلام تقول العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. فالأحكام كجنس، الشرعية الاعتقادية كالفصل، فأخرج العملية يخرج الفقه من أدلتها اليقينية، بخلاف الفقه، الفقه يكون من الدليل التفصيلي. تمام. فقول الإمام رضي الله تعالى عنه معرفة النفس ما لها وما عليها يشمل أحكام العقيدة، ما لها وما عليها في العقيدة، وفي أعمال الإنسان، في صلاته، في زكاته، في حجه، في شرائه، في بيعه، في نكاحه، في طلاقه، في كل أمور حياته من أعمال أيضا ما لها وما عليه. وكذلك أحكام قلب الإنسان، لا، الحسد حرام، حب الله واجب، حب النبي واجب، هذه الأحكام بالقلب والأخلاق التي خصوها بعلم التصوف، صنفوا لها علما خاصا اسمه علم التصوف بعد ذلك، أيضا يشملها تعريف الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في قوله معرفة النفس ما لها وما عليه. فهذا التعريف عام في كل أنواع الأحكام الشرعية، والكلام هنا عن الفقه المصطلح عليه، لأن الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح صار الاصطلاح على نوع واحد من الأحكام الشرعية اللي هي الأحكام العملية. يبقى إذا أطلق لفظ الفقه بعد انتقال معناه من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي والأصولي، لا ينصرف الذهن إلا إلى نوع واحد من الأحكام الشرعية، وهي العملية، اللي هي أعمال المكلف، أعمال المكلف ما بين الإباحة والحظر والوجوب والندب وكل الكلام ده. تمام. فإذا أردنا أن نعرف الفقه بنفس تعريف الإمام الأعظم نقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها عملا. فقولك عملا يخرج إيه؟ مسائل الاعتقاد، يخرج مسائل التصوف. جميل. طيب، هذا تعريف للفقه. والتعريف الشائع بين العلماء للفقه من حفظه العلم بالأحكام الشرعية العملية تفصيل، أيوة، المكتسبة من أدلته التفصيلية. تمام. ده تعريف الفقه الشائع بين العلماء ومنسوب للشافعية أكثر شوي. يبقى هو العلم بالأحكام الشرعية العملية
تمام. والعلم يطلق ويراد به ثلاثة أمور: الإدراك والملكة والمعرفة. أحيانا يطلق على هذه المعاني الثلاثة، يطلق على الإدراك وعلى الملكة وعلى معرفة قواعد العلم، تمام؟ طيب، يبقى العلم يطلق على ثلاثة معاني: الإدراك، الملكة، ممكن نقول التالتة إيه؟ القواعد نفسها. القواعد نفسها يطلق على القواعد وعلى الإدراك وعلى الملكة، ملكة الإنسان لفهم العلوم. والملكة نوعان: استحضار، ملكة استحضار، وملكة استحصال. يعني إيه الفرق؟ يعني هنعرف دلوقتي. فلما تقول العلم بالأحكام، فده كجنس يشمل جميع أنواع الأحكام الشرعية، ماشي. هذه أول فصل، لأن الحكم في الأصل هو إيه؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. اكتب التعريفات دي تريحك جامد بعدين. الحكم في المطلق في الأصل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فلما تقول العلم، هنعرف تفسيرها أي معنى من معاني الثلاثة. وبعدين تقول بالأحكام، فالأحكام ده كالجنس، فيشمل أي إثبات لأمر أو نفي عنه، تمام؟ الشرعية أول قيد في التعريف، إنك قيدت نوع الأحكام بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي ما يتوقف معرفته على خطاب الشارع. يبقى لو عايز تعرف إيه هو الحكم الشرعي، ما يتوقف معرفته على خطاب الشارع، يعني لا نعرف إثبات هذا الأمر إلى الأمر الآخر إلا بعد خطاب الشارع، أو نفي هذا عن هذا إلا بعد خطاب الشارع، من خلال بقى الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تمام كده؟ طيب، يبقى العلم بالأحكام الشرعية، أدي أول قيد. تاني قيد العملية، ليخرج علم الاعتقاد وعلم التصوف، المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى العلم بالأحكام العملية من الدليل التفصيلي. ليه قلنا من الدليل التفصيلي؟ ليخرج الدليل الإجمالي الكلي، لأن الدليل إما كلي وإما جزئي. فهنا في الفقه، في علم الفقه مش في الأصول، النظر إلى الدليل الجزئي التفصيلي، يعني دليل كل مسألة. يعني هتقول الطهارة فرض، ليه؟ لقوله تعالى كذا وكذا وكذا، تمام؟ صلاة الجماعة سنة، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. ده دليل جزئي. يعني إيه جزئي؟ يعني في واقعة خاصة، في مسألة معينة، ده عمل الفقيه. طب عمل الأصولي؟ لا، في علم الأصول نحن ننظر للدليل على وجه الإجمال، كما سنعرف في الموضوع بعد شوي، احنا لسه في التعريف، تمام؟ يبقى هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، تمام؟ طيب، سؤال بقى عشان نرجع لفكرة العلم، أي معنى من المعاني الثلاثة؟ هل هو الملكة؟ هل هو الإدراك؟ هل هو القواعد بتاعة العلم؟ هل الفقه كله ظني أم قطعي؟ ده سؤال. الفقه كله ظني ولا كله قطعي ولا بين الاثنين؟ بين الاثنين، ففيه قطعيات وفيه ظنيات. يبقى ما مرادهم بقولهم العلم؟ لأن العلم هو تعريفه إيه برضو كعلم بقى بره الموضوع، إيه هو يعني عند العلماء المنطق وكده بره موضوع الأصول والفقه؟ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.
فهل نحن نجزم بكل مسائل الفقه؟ لا، يبقى لا، يبقى ليس المعنى المراد هنا هذا المعنى اللي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع. أمال إيه المراد؟ قال لك الإدراك، إدراك مسائله سواء كانت ظنية أو قطعية. يبقى المراد بالعلم في تعريف الفقه إدراك مسائله، التصديق بالأحكام والمسائل وما إلى ذلك، تمام؟ اللي هو التعريف الأعم لا التعريف الأخص، تمام؟ طيب، يبقى دي الأصول، تعريف الأصول وتعريف الفقه باعتباره الإضافي. طيب باعتباره اللقبي، بعد أن استعمل هذا المصطلح كلقب على هذا الفن المخصوص، ما تعريف أصول الفقه؟ هناك عدة اتجاهات للعلماء في تعريف أصول الفقه، والشائع عند الحنفية في تعريفهم لأصول الفقه تعريف التنقيح وتعريف غيره كشراح المنار أكثرهم وما إلى ذلك. يقولون هو العلم بقواعد يتوصل بها إلى الفقه. يبقى هو عبارة العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. يبقى أصول الفقه ده عبارة عن إيه؟ قواعد تتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني قواعد أعم فوق الفقه كده، آلة تساعدك على الوصول إلى الأحكام، فتعرف مثلا أن الأمر موجبه الوجوب. أي أمر في القرآن أو في السنة الأصل فيه أنه يوجب الوجوب لا الندب. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اركعوا واسجدوا فهو للوجوب ليس للندب، ويتحول إلى الندب بشروط بقى. دي كده مسألة أصولية، ليه؟ تنظر في الدليل اللي هو القرآن والسنة من حيث الإجمال، كل أمر للوجوب في كل المصحف، لا تنظر إلى صورة جزئية فقهية. فهي عبارة عن قواعد العلم بها يوصلك إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها إيه؟ التفصيلي. يبقى نعرفه ونقول أسهل تعريفاته العلم بالقواعد التي توصل إلى الفقه، تمام؟ طيب المراد بقى بالعلم في تعريف أصول الفقه باعتباره اللقب الملكة، الملكة، لأن الفقيه غير الأصولي. الأصولي وظيفته الاجتهاد، ولذلك الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد، لكن عند الفقهاء من حفظ الفروع. يعني لو واحد حفظ مثلا مختصر القدوري صار فقيها، عند مين؟ في عرف الفقهاء، في عرف الأصوليين ده حافظ، حفظ المتن بس، لكن لا يدل على أهليته للاجتهاد. ممكن يكون حافظه كده صم من أول آخره، مش عارف، ما يعرفش يجتهد في المسائل والحوادث التي تجد وما إلى ذلك، تمام؟ فعمل الأصول هو الاجتهاد. فلذلك قلنا في تفسير العلم في تعريف الأصول باعتبار معناه اللقبي بأنه الملكة، ملكة تحصل للإنسان تهيؤ قريب. وقلنا أن الملكة نوعان، ملكة استحضار وملكة إيه؟ استحصار. استحضار يعني إيه؟ ببساطة وسهولة كده شديدة، يعني المسائل كانت في ذهني وأستطيع أن أستحضرها بسهولة. الاستحصار لا، ممكن أكون لم أطلع عليها لكن عندي الملكة والتهيؤ والكيفية النفسانية هذه التي أستطيع إن بحثت وطلبت المسألة أن أحصل عليها وأن أقف على حكمه. يبقى ده الإيه؟ الفرق.
طيب ما المراد بالملكة في التعريف؟ بعض العلماء قالوا ملكة الاستحصال، وبعضهم قال ملكة الاستحضار، والأقوى ملكة الاستحصال. يعني الإنسان الفقيه في عرف الأصوليين مش شرط يبقى حافظ كل مسألة بكل تفاصيل، لكن عنده ملكة وتهيئ نفسي قريب، بحيث لو عرضت عليه مسألة يقول لهم سأراجع، فإذا راجع استطاع أن يقف على وجهها ويبين علتها ويجيب. تمام؟ طيب، يبقى العلم بالقواعد التي توصل إلى الفقه، ده أسهل حاجة، أسهل تعريف، في تعريفات تانية ماشي، ده الشائع عند الحنفي. يبقى أصول الفقه عرفناها باعتبارها الإضافي، المعنى بالاعتبار الإضافي، والمعنى بالاعتبار اللقبي. ثم يقول فإن أصول الفقه أربعة. إيه الكلام ده بقى؟ خلى أصول الفقه أربعة، وإحنا بنقول الأصل ما يبنى عليه غيره، وبعدين يقول أصول الفقه على بعضها كده أربعة. هنا استعمل أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، لأن الأصل يستعمل في عرف العلماء الأصوليين بعدة معاني، منها المستصحب والقاعدة والدليل. فإذا قلت الأصل يحتمل هذه المعاني في عرف علماء الأصول، لكن في أصل اللغة ما يبنى عليه غيره. تمام؟ فمراده هنا أصول الفقه، فإن أصول الفقه أربعة، يبقى مراده إيه؟ الأدلة، السياق واضح. تمام؟ يبقى أدلة الفقه أربعة. تمام؟ ثم قال أدلة الفقه، أصول الفقه أربعة: كتاب الله، سنة رسوله، إجماع الأمة، والقياس. التقسيم دائما إما أن يكون تقسيم الكل إلى الأجزاء، أو الكلي إلى جزئياته، الكل إلى أجزائه أو الكلي إلى جزئياته. أي تقسيم كده، أول ما تلاقي تقسيم في أي علم تفتكر الكلمتين دول تحفظهم كده، أو ما تلاقي تقسيم كده تحدد أنواع طريقة القسمة دي، هو ده كل إلى أجزاء ولا كلي إلى جزئيات؟ على طول أي تقسيم يقف قدامك تعمل معاه الفكرة دي. تقسيم الكل إلى أجزائه مثله كالطاولة دي، الكل عبارة عن إيه؟ ما تكون من جزئين فأكثر، لازم ليه جزئين فأكثر. فالطاولة دي مكونة من إيه؟ من جزئين، خشب، مسمار، قوائم أربعة تقف عليه، ده عبارة عن إيه؟ أجزاء، يتركب من أجزاء. تمام؟ والجزء ما يتركب منه الكل، اللي هو الأجزاء التي يتركب منها الكل. فيبقى الجزء في الطاولة ده إيه؟ أجزاؤها مسمار، خشب، قوائم، غيرة، دهان، زي ما انت عايز بقى، دي أجزاء الطاولة. لكن كل الطاولة اللي هي عبارة الكل ده المكون من الأجزاء. فإن أردت أن تقسم الطاولة تقسمها إلى إيه؟ إلى أجزاء بقى، إلى مسمار وخشب وما إلى ذلك، ده تقسيم الكل إلى أجزاء. لكن في بقى تقسيم الكلي إلى جزئياته. إيه هو الكلي؟ الكلي هو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. تعريف الكلي: ما لا يمنع تصور معناه. يبقى معنى ذهني كده في العقل الأول اهو، من وقوع الشركة فيه. فمثلا أتصور إنسان، صح؟ ممكن أتصور مليون إنسان، لا يمنع تصوري لمفهوم الإنسان، معنى الإنسان، من وقوع الشركة فيه. ما كلنا إنسانات اهو قاعدين، اهو كلنا من بني الإنسان، ماشي؟ كل البشر دول إنسان. رجل، لا يمنع تصور معنى الرجل
من وقوع الشركة كل الرجال اللي على الأرض دول يدخلون في معنى إيه؟ الرجل، امرأة، كل دي معاني كلية. طب والجزئي بالعكس بقى، ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، زي إيه؟ عمر ده ينفع يبقى فيه عمر تاني؟ الشخص اللي قدامي ده لا، هو عمر واحد، تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، ما ينفعش انت وهو تبقوا عمر، انت عمر وانت ابو ياسين، مش انت ابو ياسين واحد تاني، تمام؟ مثلا يبقى ده كلي وده ايه؟ جزئي. ده الكلي وده الجزئي. ومثاله ايضا المشهور بقى الكلمة، اما اسم واما فعل واما حرف، هي كلمة ايه؟ لكن لما تقسمها، لان الكلمة ده معنى كل ولا كلي؟ ها؟ كلي. الكلمة معنى كلي، فيبقى احيانا يبقى كلمة اسم ونفس الكلمة تبقى حرف، المعنى الكلمة يعني، مش نفس الكلمة بذاتها، مش بعينها، معنى الكلمة احيانا يبقى اسم مفهوم ومفهوما، واحيانا يبقى حرف، واحيانا يبقى فعل، واحيانا اسم فعل، وبعدين نلحق الاسم الفعل ده يا اما بالاسم يا اما نلحقه بالفعل، تمام؟ ده يبقى ايه؟ مفهوم كلي. طب القسمة التي بين ايدينا، تقسيم اصول الفقه اي ادلة الفقه الكلية الى ايه؟ كتاب الله، سنة، اجماع، قياس. ده من باب تقسيم الكل الى الاجزاء ولا الكلي الى الجزئيات؟ ها يا شيخ ركز معايا عشان لو ما عرفتش انت تقول، ها، كل الى اجزاء ولا كلي الى جزئيات؟ ها؟ ايوه، كلي الى جزئيات. الله ينور عليك. ليه؟ لان هو اصول الفقه احيانا تكون الكتاب، يبقى اسمه اصول الفقه، صح؟ والسنة من أصول الفقه أيضا، أصل من الأصول. القياس يصح تطلق عليه أصل، تمام؟ تميز زي بين الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته. لما إذا قسمت الطاولة إلى الجزئيات، أسهل طريقة هو، لا يجوز لك أن تطلق على الأجزاء طاولة، ما ينفعش تطلق على القسم، ها، لفظ المعنى المقسم، الطاولة دي مقسم أي الذي يقع عليه التقسيم، قسمها إيه؟ أقسامها خشب مسمار. أنت فكيت الطاولة دلوقتي دي، خليت الخشب في مكان والمسمار في مكان، هل يجوز أن تقول على الخشب هذا طاولة؟ لا، تفككت. هل يجوز أن تقول على المسمار طاولة؟ ما ينفعش، صح؟ لكن أصول الفقه الكتاب ينفع، السنة ينفع، الإجماع ينفع، القياس، يبقى ده كلي إلى جزئياته. الأول ده جزئي من جزئيات أصول الفقه، والثاني جزئي، لازم تقول الياء النسب دي، من جزئيات أصول الفقه، والثالث جزئي، والرابع هكذا، تمام؟ طيب، لكل قسمة طريقان. لما تيجي تقسم أي حاجة بعد ما عرفت إنه أنواع التقسيم إن هي عبارة عن إيه؟ إلا إما كل إلى أجزاء وإما كلي إلى جزئيات. طريق التقسيم إما بالعقل أو بالاستقراء، قسمة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون استقرائية، اللي هو دليل القسمة أو مستند القسمة، هنا مستندها الاستقراء، يعني العلماء الأصول لما جم استقرأوا الأدلة وجدوها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كلامي ده صح؟ مفيش أدلة تانية بعد الأربعة؟ لا، في أدلة، في أدلة تانية عشرة. لازم تعترض بقى، فمحدش اعترض فيكم، ده في أدلة تانية، اعتراض اهو، انتوا ازاي خليتوا القسمة في الأربعة دول حصرتوها؟ وجه الحصر إما بالعقل وإما بالاستقراء، فحصرتوا القسمة بالاستقراء في أربعة، ثم وجدنا الاستحسان، وجدنا الاستصحاب، وجدنا المصالح المرسلة إلى آخر بقى الكلام. فالأدلة دي هتعملوا فيها إيه؟
كلها كما قال الشيخ كده راجعة إلى الأربعة. فمثلا شرع من قبلنا من الدليل هو داخل في السنة، داخل في الكتاب وفي السنة، تمام، باعتبار السوابق. طيب عمل الصحابي داخل في أبواب السنة باعتبار اللواحق، إن هي عبارة الصحابي جاب كلامه منين؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس باعتبار لاحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين وقفنا على شرع من قبلنا؟ من خلال النبي، فهي باعتبار ما سبق النبي. فهي كل الدليلين دول داخل في السنة. طب والاستحسان هو نوع من أنواع القياس إلى آخر ذلك. فكل الأدلة الأخرى تدخل في الأدلة الأربعة، فهذه الأدلة هي أصول لباقي الأدلة، بل الإجماع والقياس مردهما إلى الكتاب والسنة برضو. لذلك قال العلماء الإجماع مظهر للحكم وكذلك القياس، لكن الحكم موجود ولكن وظيفة الإجماع أن تظهره، هو خفي علينا فعرفناه بالإجماع أو بالقياس، لكن علة القياس مثلا موجودة في النصوص، هو ربنا وضعها في النص، تمام، لكن نحن نكتشفها من خلال القياس. فالقياس والإجماع كلاهما يظهر الأحكام الشرعية. طيب يبقى أولا كتاب الله والسنة والإجماع والقياس. طيب احنا عرفنا كيف أصول الفقه، فما موضوع أصول الفقه؟ الموضوع ده بقى عايز قعدة، فنقوله ايه بعد الاستراحة، وصلى الله على سيدنا محمد والله أعلم.